وجدتني مسرورا أيضا. قريب أن ينتشر السرور في هذا البيت. ولماذا؟ لأن شاعرنا وهند على جفاء دائما. ليتني أعرف سبب هذا الجفاء. لأنه تجنى علي وخفض مكانتي في الإعراب. كيف؟ أنا مبتدأ ومع ذلك جعلني وراء الخبر. كيف؟ متى؟ ماذا قال؟ قال يتحدث عن فتيات المدينة فيهن هند. وهند لا شبيه لها في من أقام من الأحياء أو سارة. المهم أن مطلع البيت فيهن هند. فيهن جار ومجرور متعلقان بخبر مقدم محذوف، وهند مبتدأ مؤخر. لما أخرني وخفض مكانتي؟ أجب أجب أيها المتهم. لكنني أدركت هفوتي فبادرت للقول وهند لا شبيه لها. الواو حرف عطف عطف الجملة على الجملة، وهند مبتدأ. وجملة لا شبيه لها في محل رفع خبر.